لقد ثار بلاذ أكثر من اللازم، ليس هناك تفسير لثورته. ولم يكن أمام الوزير إيلاذ إلا أن ينفذ أمر الملك بلاذ. ارتدى ملابسه وذهب في آخر الليل إلى قصر مولاه، والتقى الوزير إيلاذ بالملك بلاذ. أرسلت في طلبي يا مولاي وجئت على عجل، أرجو أن يكون السبب خيرا. الملكة إيراخت تعارضني وترمي بهديتي في وجهي. مولاي، الملكة إيراخت علمتنا أصول الحديث، ومنها تعلمنا كيف نحادث الملوك. وهل تكذبني يا وزير؟ لم أقل ذلك يا مولاي، ولا أجرؤ عليه، ولا يستطيع عقلي حتى أن يفكر فيه، ولكن أردت أن أنبه مولاي في لحظة غضبه وثورته. ليس لك إلا أن تنفذ أمري يا وزير، وأنا هنا لهذا السبب يا مولاي. أمرك بقتل الملكة إيراخت. واذهب بعيدا عن قصري ونفذ الأمر، لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعارضني أو يخرج عن حده معي، حتى ولو كانت الملكة. أرى يا مولاي أن ليس لك أن ترى إلا ما أراه يا وزير، هذا أمر وما عليك إلا التنفيذ. سمعا وطاعة يا مولاي. لا أعرف لثورته ولغضبه سببا يا وزير، لم يكن الأمر يستدعي كل ذلك. لا تنسي ما مر به الملك من ظروف هذه الأيام يا مولاتي. لدرجة أن يأمر بقتلي وأنا التي وهبت له عمري وأيامي. سيندم مولاي على ما قال، وسوف يعود إلى صوابه ويعرف ما تسبب فيه غضبه. ولكن هذا خطر عليك يا وزير، إذا عرف الملك بعدم تنفيذ أمره سيزداد غضبه ولن تكون في أمان. مولاتي، نما أفعل ذلك بسبب حبي لمولاي ولمعرفتي بمكانتك عنده، وما غضبه إلا شيء طارئ سيزول. وإن علم بالأمر يا إيلاذ؟ لم يرنا أحد، واخترت يا مولاتي أخلص خدمي وجعلته حارسا لمولاتي، يسهر على حمايتك وتنفيذ ما تأمرين به. سوف أذكر صنيعك ولن أنساه. فضل مولاي ومولاتي علي يستحق أن أغامر من أجلهما بعمري وحياتي. ترى في حق من كان خطأي؟ أتراه كان في حقك أنت يا إيراخت أم في حقي أنا؟ لم يكن أمامي اختيار، الحلم كان فظيعاً وغضبي تملكني. كم أحببتك يا إيراخت، كيف طوعت نفسي وأصدرت أمري لوزيري. وماذا تساوي الحياة إن لم يكن فيها من أحببت؟ أيستحق ملكي كله أن أقتل زوجتي وأم ابنتي؟ سأعيش العمر نادما على ما فعلت. آه مما فعلت. قتلت يوما
وقتلت يومي وأمسي، لا شيء غير الدموع، لا شيء غير الدموع. أن يأتي الوقت الذي يشعر فيه الملك أننا وراء سبب غضبه وثورته وقراره بقتل الملكة. وما شأننا بهذا يا شيراز؟ لو اختارت الملكة الثوب الذي اخترته لي لما حدثت المشكلة. ولكنها هي التي بدأت بالاختيار. وماذا لو عرف الملك أنك لم تقتل الملكة؟ كنت في حيرة من أمري يا شيراز. لو نفذت أمر الملك وهدأت ثورة غضبه وأفاق إلى نفسه، لمني على تنفيذ أمره وغضب مني وشعر أني تسرعت. ولو استمر غضبه ولم تهدأ ثورته وعلم بالأمر، تكون قد خالفته وعصيت أمره. موقف لا أحسد عليه. وازنت يا شيراز الأمرين معا، واخترت ألا أقتل بريئة بيدي أحمل وزرها طوال عمري، وأندم على عدم مخالفتي لأمر الملك. وماذا عن البراهمة وسيدهم؟ لا شيء، ولا نستطيع أن نفاتح الملك في أمرهم في مثل هذه الظروف. وماذا لو سألك عما فعلت بالملكة؟ سأبلغه بأني قد نفذت أمره وحافظت على سره. وهل تأكدت من تأمين مكان الملكة؟ هي في مكان أمين فعلا يا شيراز، لن يصل إليه أحد، ويسهر على حراستها وخدمتها أحد خدم الأوفياء، بل يكاد يكون أخلصهم لي وأحفظهم على سري. لا تقلق يا إيلاذ، فعلت الصواب ولن يضيع الله أجر عملك. أرجو هذا شيراز. والآن وداعا يا زوجتي، أخشى أن أتأخر على الملك فيصب علي غضبه، ولا ندري ما تخبئه الأيام. لكن
اسمعي يا شيراز، سوف يأتي إليك رسولي ويسر لك بكلمة واحدة: إيراخت. فاذهبي معه وسوف يأخذك لتقابلي الملكة وتخففي عنها، على الكرب يزول وتعود المياه إلى مجاريها. وأنا في انتظار رسولك يا إيلاذ. جوير ابنتي، إني نادم يا ابنتي، لا أعرف كيف طوعتني نفسي وكيف قادني غضبي إلى هذا القرار اللعين. وما فائدة الندم بعد أن وقع المحذور؟ ليت ندمك يعيدها إلينا وننسى ما كان. جوير إنك يا ابنتي بتلك الكلمات تقتلينني. الرحمة، الرحمة بوالدك يا ابنتي. لماذا لم ترحم أمي؟ لم يشفع حبها لك؟ أمرت بقتل من تحب ولم تدري يا أبي أنك أصدرت أمرا بقتل اثنتين. ماذا تقصدين يا ابنتي؟ لقد قتلتني ساعة أن أمرت بقتلها يا أبي، قتلتني ساعة أن قتلتها. آه يا ويلي من نفسي، يا ويلي من ندمي، بسبب غضبي قتلت زوجتي وخسرت ابنتي. يا ويلي من نفسي، يا ويلي من نفسي. الغضب يا مولاتي يفعل أكثر من ذلك. أعرف ذلك يا شيراز، صدقيني لست حزينة على نفسي ولست خائفة من مصيري، خوفي على الناس أكثر. لا أفهم يا مولاتي. إن سامحت أنا في حقي واعتمدت على ما عرفته عن الملك وعن طيبة قلبه، خفت على رعيته من غضبه وعدم حلمه وصبره. ما حدث لم يكن يستحق كل هذا الغضب وكل هذه الثورة. إذا كان غضب الملك أعماه عن حب زوجته أم ابنته، فأولى أن يعميه عن رؤية الظلم في عيون الناس الذين تواجوه عليهم ملكا واستأمنوه على مصائرهم وحياتهم. هكذا أنت دائما يا مولاتي، تفكرين في غيرك أكثر مما تفكرين في نفسك، وتشعرين بهموم غيرك وسط غمك وكربك. هكذا يجب أن يكون الملوك يا شيراز. هكذا يجب أن يكون الملوك يا بيدب. ربما يشفع هذا لي عند مولاي، لأني لن أكمل حكاياتنا اليوم وسأرجئ بعضها إلى الغد إن شاء الله، إن أذن لي مولاي الملك دبشليم. سيأخذنا لزمن كان.
جمال الإنسان.